ما كتبت حاجه تكملها حتى شلخ شنو لازمك تكملها حكايتك باش تسلم في حقك مريم الشيوش 21 سنه احنا خرجنا جات كهربا بيضه هبطوا منها ثلاثه يعيطوا وشرطه لازم نتقابل طبيب ايش عنده ضحيه هاي بحدي ليه ما عندهاش هضر الندي شو اخت اسبوع تفضل نحب نقل مشكلة عندهم بجوات بوليسية حتى ولو عندهم بجوات زيد خدمها في المخ وحسن كنت نحب نتبع فتح روحك سيد هل تروحها؟ بعد مصدوق مدامة ما تخافشوش أني أمثلك عندك مشكلة مع قوانين البلاد والله أنا عملتهم فيا بخليكم فرجة